معاكم يحيى، والنهارده هنتكلم عن ايلا، الشركه اللي حطت على كل الشركات بالاعلان بتاعها. واكيد كلنا شفنا الاعلان الاحترافي جدا اللي متصور بشكل رهيب جدا وجايبين فيه عبد الباسط حموده. الغالي اشتريته والتاريخ طلع رخيص. والنهارده معانا ايلا اكس 1، ايلا ار 1. دي مش سموز قوي الاخيره، فخلينا نشوف الموبايلات دي وضعها ايه. وطبعا الشركه نازله السوق نازله قويه جدا، وبيدعوا ان هم يعني تابعين لبراند عالمي كبير اسمه شايلا جاو. البراند ده يعني اساسه الصين، والبراند بتاع ايلا اللي واخدينه حتى في اللوجو بتاعهم هو علامه الشطه على ان هو براند حراق. الحراق دي كلمه عيب، بلاش حراق دي عادي فش كده يعني حرق وفشخ الاثنين. لا بجد الشطه رمز من رموز الايمان والثوره عندهم والحاجات دي، فمفترض معناها ان هم شركه مثابره وعندهم حماس للتغيير والكلام ده. وشركه نازله يعني نازله فعلا قويه جدا، هي نازله مع توكيل اسمه سبيتك اللي هو كان التوكيل بتاع جيوني، وده اللي يخليك تؤمن انهم عندهم استعداد لمنافسه قويه فعلا. وكمان يعني الضمان بتاعهم هيبقى ضمان اي 2 اللي هو حاجه براند كبير المفترض دليل على نيتهم للاستمرار يعني. وكان عاملين السلوجان بتاع الحمله بتاعهم، الحمله الدعائيه هيشقلبوا المعادله. فخلينا نشوف كل هذه الادعاءات عامله ازاي. ده الار 1، ده الفئه الاقل باللون الاحمر اللي معانا، والبوكس على فكره شكلها ظريف، تفتح بطريقه لطيفه. خلينا نشوف الموبايل. عن موبايل باللون الاحمر، احمر ناري جدا، ومن قدام للاسف البازلز باللون الابيض. انا بفضل البازلز تكون باللون الاسمر مع اللون الاحمر بالتحديد. طبعا الموبايل هنا بيجي بتصميم بالابعاد الجديده 18-9، خلاص ده الاتجاه الجديد لكل الموبايلات حتى الفئات السعريه قليله جدا زي ده. والعلبه بيجي فيها كفر، في كفر موجود في العلبه، كفر من البلاستيك المطاطي، وفي كمان موجود في العلبه شاحن وكابل يو اس بي وسماعات خارجيه. طبعا كل الاكسسوارات اللي موجوده في العلبه دي تخلي حاجه مهمه جدا بالنسبه للمشتري الفئه السعريه دي، هو مش عايز يشتري اكسسوارات، هو عايز يدفع فلوس اللي معاه كلها في موبايل وخلاص الموضوع انتهى. لكن كل ده مش مهم، خلينا نشوف الموبايل نفسه عامل ازاي. وطبعا لحظه الشياله بتاع اللزقه، يا موبايل بيفتح بعلامه الشطه. موبايل بشاشه بالابعاد 18-9، الموبايل ده على فكره بيجي مساحه داخليه 16 جيجا بايت و2 جيجا بايت رام. الحواف اللي حوالين الشاشه كبيره شويه، ولكن طبعا في مستوى الموبايلات الفئه السعريه دي. والتصميم نفسه بتاع الموبايل من البلاستيك، ولكن احساسه متين ومسكته سهله. الموبايل حجمه مش كبير قوي، الموبايل بيجي بكاميرتين كمان في الظهر، ومن تحت طبعا بيجي بفتحه المايكرو يو اس بي. حاليا بيطلب مني في الاول ان انا احط البصمه بتاعي، فخلينا نجرب البصمه. وما يميز موبايلات ايلا الحقيقه هي انها بتيجي بسوفت وير خام تماما بدون اي اضافات، وده توجه بصراحه انا شايف ان كل الشركات الناشئه وكل الشركات اللي يعني عندهم سوفت وير تقيل نوعا ما يتجهوا للاتجاه ده في الموبايلات الفئه الاقتصاديه دي، لان اهم حاجه تاخدها في الفئات السعريه القليله هو ان انت تحصل على اداء كويس. هو الاداء هنا يعني مش سلس قوي بصراحه، هو يعني في بعض التقطيع في الانيميشنز، ولكن ده طبيعي على موبايل بفئه اقتصاديه قليله قوي كده. الشاشه بتاعه هنا بحجم 5.8 انش وبريزوليوشن اتش دي بلس، والشاشه دي كويسه جدا لاي حاجه انت عايز تعملها على الموبايل. هي طبعا مش هتبقى افضل شاشه لمشاهده الفيديوهات، فلازم تحط سقف لتوقعاتك. يعني ده موبايل تشتريه عشان تعمل حاجات البيزك الاساسيه، مش هتجيبه تلعب بيه ببجي يعني، ولا تعمل بيه حاجات الاكستريم قوي بتاع المستخدم التقيل. خلينا نجرب التجربه الصوتيه بتاع الموبايل. بس الصوت حلو لسماع الفيديوهات، يعني انت هتسمع عليه فيديوهات صوت ممتاز جدا ما فيش اي مشكله. خلينا نجرب بقى اداء الكاميرا بتاع الموبايل. الموبايل ده بيجي بكاميرتين في الظهر، ودي حاجه استثنائيه جدا على موبايل في السعريه دي. خلينا نشوف اداء الكاميرا عامل ازاي. الصوره في الاوضاع العاديه يعني معقوله جدا، الالوان كويسه مش ممتازه، وبرده الشاربنس الصوره مش الشاربنس مش عالي قوي، الصوره سوفت شويه، ولكن كويسه لتدوين اللحظات المهمه في حياتك يعني. برضو مش هتقدر تبقى موبايل فوتوغرافر بالكاميرا دي. للاسف وضع العزل في الكاميرا دي شبه مش شغال، هو بيعمل بلور حوالين يعني العنصر اللي بيصوره خلاص، لكن هو ما بيحددش الاطراف اصلا، فانت تقدر تعتبر ميزه العزل هنا مش موجوده، ولكن
ده منطقي يعني. انا شايف اصلا انت تقدرش تحصل على كاميرا كويسه الا فوق 3000 جنيه ولا حاجه. دي صور الموبايل بكاميرا سيلفي، على فكره كاميرا سيلفي والله كويسه جدا، الوان حلوه جدا. شركات كتير قوي بتبتدي تعمل كاميرات بيعملوا الوان غريبه، لكن هي الوان مظبوطه جدا، جلدي شكله حي وجميل. هو في حاجه زي كروماتيك ابريشن في الحته المنوره، كروماتيك ابريشن دي هي فصل بين درجات اللون الابيض، يعني شايفين كده اللون الابيض بيعمل سنه موف، شريطه كده من الموف. دي ليها علاقه يعني الكواليتي بتاع العدسات، بس برضو مين بيهتم بالحاجات دي في الفئات السعريه القليله دي؟ يعني انت لو بتلقط صوره لنفسك وهتحط صوره على انستجرام، انا شايف ان دي صوره معقوله. فانا شايف بصراحه على السعر ده هي تجربه لا باس بيها على الاطلاق. ولو انت عايز تجربه افضل من كده، خلينا ننتقل للجهاز اللي بعده، وهو ايلا اكس 1 اللي بتصميم الايفونات الجديد دلوقتي، النوتش. الاكس 1 هو موبايل اعلى شويه بمواصفات اعلى شويه، مساحه داخليه 32، 3 جيجا بايت رام، وكاميرتين برضو ورا. ولكن زي ما هنشوف دلوقتي اللي يميز الاكس 1، وده الموبايل اللي انا شفته قبل كده بصراحه، وهو يعني نشوف التصميم. موبايل بيجي بالتصميم المشهور دلوقتي بتاع الالوان المتغيره، يبتدي من موف وينتقل الى ازرق. ده خلاص بقى اللوك الجديد بتاع كل المباريات الفئة الاقتصادية، عشان مستخدم البيئة في الفئة السعرية دي مش يبقى مظلوم واخد حاجة بإمكانيات قليلة، لا كمان ياخد حاجة تبهر عينيه يعني. هنشيل لزق لها على الموبايل. يس. الموبايل هنا كمان بيجي بحواف حوالين الجهاز، حواف لامعة شبه الستانلس ستيل بتاع الايفون، بس طبعا هنا الموبايلات مش الستانلس ستيل، الموبايلات كلها من بلاستيك. أنا برضو كفر من البلاستيك أو السيليكون. الشاحن و السماعات برضو، بس هنا السماعات شكلها كواليتي اعلى شويه. طبعا معانا هنا كابل المايكرو يو اس بي، لان الموبايل بيجي مايكرو يو اس بي. مش عارف ليه عاملين الموبايلين الزراير بتاع الفوليوم وزراير الباور الاثنين على الجانب الشمال، ده تصميم غريب قوي، اول مره اشوف الاختيار ده من مكان الزراير يعني. وطبعا اول حاجه هتشوفها هي النوتش الكبيره جدا اللي هنا، والحافه اللي تحت التخينه جدا، شبه بالظبط الار 1 ولكن هنا بقطع في الشاشه شويه. واكتر شيء هتلاحظه اول ما تجرب الموبايل ده، الموبايل ده اسرع بكتير من الار 1، الاداء اسلس بكتير. طبعا برضو اندرويد خام مفيش عليه اي اضافات. الشاشه قريبه جدا من مستوى الشاشه اللي في الار 1، ولكن انا ملاحظ هنا ان القصات بتاع النوتش الحواف الدائريه مش مقصوصه مظبوط قوي، فيها بعض النتوءات كده. الموبايل هنا بيجي بمعالج ميديا تك 6750، هو معالج قديم شويه مش قوي قوي، هو ثماني نواه، ولكن لما تاخد المعالج ده مع سوفت وير خام هيبقى التجربه يعني افضل بكتير من ان انت تاخده مع زي ما قلنا قبل كده سوفت وير معدل بشكل مكثف. الشاشه برضو حجمها 5.7 انش وبريزوليوشن اتش دي بلس. خلينا نجرب الكاميرات بتاع الموبايل ده، شيء بصراحه اللي انا متحمس اشوفه، ومتحمس اشوف التجربه بتاع الكاميرا هتبقى افضل من الار 1 في ايه. لا والله الكاميرا انا احس انها افضل فعلا، في شاربنس كده زياده، في تفاصيل زياده مقارنه بالار 1. هو الفرق مش كبير قوي بصراحه، ولكن هنا في اتش دي ار، والاتش دي ار شغال معقول، بس بتضطر انك تثبت ايدك شويه. لا بيجيب تفاصيل يعني، في شويه تفاصيل في الصوره. للاسف برضو العزل مش شغال خالص في الكاميرا دي، يعني برضو الكاميرا الثانيه اللي هنا ما بتعملش اي حاجه. بصراحه انا شايف ان يعني لو مفيش داعي ان الشركه تحط كاميرا ثانيه لو مش هتشتغل يعني، كده ده تحط على الفاضي ملاش اي لازمه. عادي عادي ان الموبايل فيها السعريه دي بكاميرا واحده، ده شيء المفترض ما يزعجش الناس. يعني السبب الوحيد ان يخليهم يحطوا يعني كاميرتين في الموبايلات دي عشان يبقى شبه الايفون بس كده. دي نتيجه الصوره من السيلفي، صورة والله كويسة جدا، بس أنا مش شايف أي فرق بصراحة ما بينها وما بين الآر 1. حتى نفس المشكلة بتاع الكروماتيك أبريشن والحاجات الملونة اللي بتبقى عند الحتت المنورة، هي إياها زي الآر 1 بالظبط. يمكن هنا يعني سنة شارب أكتر، شارب أكتر سنة صغيرة، بس برضو أنا شايف بصراحة إن الصور السيلفي من هنا كويسة جدا. بصوا الموبايلات مش بتقدم افضل تجربه هتشوفها في اي موبايل في موبايلات الفئه الاقتصاديه دي. الموبايلات دي معموله وموجهه لمستخدم اساسي ما بيعملش اي حاجه على الموبايل غير فيسبوك واتساب والحاجات دي، وخاصه الار 1. انا شايف بصراحه ان الديل بتاع الار 1 يعني كديل افضل. الار 1 سعره 1600 جنيه، اما الاكس 1 سعره 2300 جنيه. والتحسن يعني اللي شفته حسب تجربتي الحاليه البسيطه هو ان الاكس 1 بيقدم تجربه اداء ألذ شويه او اسلس شويه، وكمان الديزاين بتاعه شكله روش كده، لكن هنا الديزاين شكله تقليدي. وبس كده، ده كان فيديو عشان نتعرف على مواصفات الموبايلات دي وايه حكايه الشركه الجديده شركه ايلا. واحب اشكر شركه ايلا جدا على دعمهم لينا ورعايه هذا الفيديو، الفيديو ده برعايه ايلا. لو حابب تشتري اي من هذه الموبايلات هتلاقي لينكات ليها تحت الفيديو ديسكربشن، هم موجودين على كل المواقع بتاع التسوق اونلاين في مصر، سوق وجوميا والحاجات دي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومسحوا سبسكرايب القناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.